مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. مرة أخرى يحل عيد الفطر على اليمنيين، والانقلاب لا يزال جاثما على صنعاء قلب اليمن. يأتي العيد هذا العام ولا يزال 3 ملايين يمني نازح قصرا عن ديارهم، يقضون العيد الثاني بعيدا عن الحي والقرية. يأتي العيد والغلاء والوباء مع الحرب في تحالف مسعور لا يبالي بظروف البسطاء الأكثر تأثرا بالانقلاب وتبعاته. ظروف صعبة تكالبت على الشعب المنهك الذي وقع بين فكي ميليشيا تتاجر بآلام الشعب ولا تبالي بحياة الناس، وشرعية عاجزة عنوانها الإهمال والتقصير والتلكؤ. يأتي العيد وما من حارة ولا منطقة في أغلب الوطن إلا ونالها من الحزن نصيب لعزيز شهيد أو معاق ومصاب أو مختطف، وآخرين فرضت عليهم الظروف قضاء العيد في جبهات القتال مفارقين أطفالهم وأهاليهم. في حلقة اليوم من برنامج المنصة نناقش التحديات التي تواجه اليمنيين بين يدي العيد مع استمرار حالة الانقلاب والحرب وتداعياتها من انهيار في مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والمعيشية. في مستهل الحلقة نتابع التقرير التالي والذي أعده الزميل حمزة أمين مراسل قناة بلقيس في تعز عن موضوع هذه الحلقة. تعكس مشاهد هذه المسيرة الجماهيرية المطالبة بصرف المرتبات حجم الضائقة التي يمر بها الموظفون في ظل تردي الأوضاع المعيشية بسبب انقطاع المرتبات. سؤالنا اليوم وخرجتنا في هذه الوقفة الاحتجاجية وهذه المسيرة هو سرعة تسليم هذه الرواتب للموظفين قبل فالكيل طفح. الناس لا يستطيعون أن يتحملون، موت بطيء هناك في هذه المدينة يومياً. الموظفين يعولون أسرا كثيرة لا يستطيعون أن يفون بالتزامتهم. الموظف لديه راتبه فقط وليس له دخل أي شيء غير الراتب، فأين راتب 9 أشهر؟ نطالب الشرعية، نطالب رئيس الجمهورية بسرعة التدخل السريع وتسليم رواتب هؤلاء الموظفين، فالأمانة الأولى والأخيرة تقع على عاتقه. من إجمالي 1 مليون موظف لم يتسلموا رواتبهم يعاني 100,000 موظف في تعز توقفت رواتبهم منذ 9 أشهر في ظل غياب كامل للحكومة عن تلمس همومهم حتى مع اقتراب عيد الفطر، وهو ما يجعل المشكلة تبدو أكثر تعقيدا من أي وقت سابق. ففرحة الأطفال يبدو أنها ستؤجل حتى يفرح آباؤهم باستلام الراتب. قطاع الراتب لمدة 9 أشهر عن مدينة تعز ولا ندري ما السبب. الآن رمضان انتهى ويأتي العيد ونحن على هذا الحال، لا ندري متى يكون هذا متى يصرف هذا الراتب، ولماذا تأخر هذه الأشهر كلها. هذا هو السؤال الذي يجب أن يسأل به أو تسأل به الحكومة، كيف يستقبل أهل تعز العيد بلا معاشات بلا مصاريف؟ كيف يكسون أطفالهم؟ كيف يفرحون الأطفال بالعيد؟ أسواق العيد هي الأخرى تبدو فارغة، فلا مشتريات العيد ولا سواها أصبحت أحاديث الناس كما في كل عام. فواقع المعيشة الصعب جراء انقطاع المرتبات يشكل غصة ما بين المواطنين واستقبالهم للعيد. عيد بأية حال عدت يا عيد، هكذا أصبح حديث الموظفين الذي لا يتوقف أمام اقتراب العيد وبعد المرتبات عنهم وتجاهل الحكومة لهم. حمزة أمين لبرنامج المنصة تعز. إذن تابعنا هذا التقرير من تعز عن موضوع هذه الحلقة واستعدادات الناس وكيف يستقبلون العيد مع استمرار الانقلاب والحرب. كيف سيواجه اليمنيون احتياجات العيد في ظل الانقلاب والحرب ومع استعار واشتداد الغلاء وانتشار الوباء؟ هذا التساؤل هو محور حلقتنا لهذا الأسبوع، وعن ذلك سنتلقى مشاركاتكم واتصالاتكم من خلال منصات التواصل المتاحة والموضحة عناوينها تباعا على الشاشة ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك. لدينا اتصال أول في هذه الحلقة، الأخ أسامة من تعز. أهلا بك أسامة. حياك الله أخي عمر. أسامة، كيف تبدو استعدادات العيد في تعز؟ ما هي استعدادات الأهالي في تعز في ظل الحرب المستمرة على المدينة؟ عفوا أخي، أنا متواجد حاليا في صنعاء ولكني سأتحدث، طبعا أنا أعيش في صنعاء الآن. تمام، في صنعاء كيف هي استعدادات الناس؟ عما وصلني في تعز.
وايضا عن وايضا ينقل لنا الصوره من صنعاء. وتحدثتم عن قول المتنبي عيد باي حال عدت يا عيد. وانا استفاد هذا الكلام بما قاله مالي انا لا تحركني هذه الورود ولا هذه الاغاريد. عن اي عيد نتحدث؟ هذا لم يعد عيدا بل صار مساه. ولم يعد العيد مصدرا للفرحه بل اصبح مصدرا للحزن والاسى. اجد الناس في كل نواحي اليمن يتحدثون معي والدموع تملا اعينهم. يقولون لك لا تحتفل، الاطفال لا يعرفون هذا الشيء. الاطفال يعرفون عيدا او عيدين في السنه، يعرفون على الاقل يوما في السنه يلبسون فيه الجديد، يحتفلون، ياكلون الحلوى. عن اي عيد نتحدث والناس يعيشون 9 أشهر دون رواتب في ظل عدم احساس بالمسؤوليه من قبل الجهات التي تعد شرعيه ومن قبل مسؤوليه الامر الواقع؟ طبعا هؤلاء لا يبالون بالمواطن، يتحدثون جميعا عن الوطن لكن ان الوطن هو الانسان. اي وطن نتحدث عنه؟ والانسان لا يجد لقمه العيش. كثير من الزملاء اجدهم يذيقون الدموع. كيف نواجه اطفالنا؟ طيب بالنسبة للوضع في صنعاء، هل ما زالت هناك يعني بالتأكيد هناك حركة للناس للتسوق للاستعداد للعيد، كيف هي صورة استقبال الناس للعيد في صنعاء حيث أنت يعني؟ والله وجدتهم العديد يتمشون في الأسواق، فقد يتمشون ويمتعون عيونهم بما يعرف ثم يخرجون من الأسواق وهم يحسون بالحسرة والأسى. لم يعد أمامنا من شراء لمستلزمات العيد سوى أن نتفرج عليها، يعني أقل القليل. أكثر الناس أعتقد أنهم سيلزمون بيوتهم، سيلزمون بيوتهم، لن يكون هناك تجاور كما كان، لن يكون هناك أي مظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد. الناس يعيشون وضعا معيشيا صعبا في الأساسيات، فكيف سيتاح لهم الاحتفال والاحتفاء؟ طيب شكرا جزيلا لك أسامة، كنت معنا من صنعاء. اتصال آخر. نهى، أهلا أخت نهى. أهلا وسهلا. نهى، كيف هي استعدادات الناس للعيد وكيف تنظرين أنت بشكل شخصي لأجواء العيد في ظل استمرار الحرب؟ برأيي أن اليمنيين لن يستقبلوا العيد سوف يستقبلون العيد بشكل مختلف تماما عن الأعياد التي مرت. هذه السنة الثالثة في ظل الحرب وظل الحصار الذي يقبع على اليمن. 3 سنوات من الحرب والحصار. إن تحدثنا عن الحصار ومآلاته سوف نرى أن الحصار الذي قام به الإنقلابيون على بعض التجار أدى إلى رفع سعر البضائع التجارية في السوق. هذه البضائع التجارية أصبحت غير متوفرة لدى الجميع، سواء من بضائع رمضانية غذائية أو البضائع التي تخصص للعيد. الإنقلابيين يقوموا بتقسيم الناس إلى طبقتين، طبقة غنية وطبقة فقيرة. هذه الطبقة الغنية تقوم بالاحتكار والتمتع بالمعيشة، بينما الطبقة الفقيرة سوف تقبع بهذا العيد في المنازل دون أن تشارك بهذا العيد. طيب الصورة في تعز، يعني حركة الأسواق، تسوق الناس واستعدادهم للعيد، هل ما زالت بعض من هذه الأجواء موجودة أم انعدمت بشكل نهائي؟ ربما الناس أصبحوا ربما حريصين أكثر على توفير لقمة العيش، أيضا الغذاء، الدواء، تجنب الأوبئة. أيضا ما زال الكثير ربما مشردين ونازحين خارج منازلهم. في تعز حيث أنت، يعني كيف هي استعدادات الناس للعيد؟ هل لاحظتي حركة للناس تسوق أم انعدمت هذه الحركة؟ انخفضت بشكل ملحوظ جدا. الناس في تعز، خاصة في تعز، إذا ركزنا على الرواتب التي يعتمد عليها كثير من الموظفين،
سنلاحظ أن 58 ألف موظف في القطاع المدني ينتظروا رواتبهم منذ أكثر من 10 أشهر. صرح اليوم رئيس الحكومة بأنه قام بصرف مرتب للموظفين، بينما ذهبت بنفسي إلى مصرف الكريمي لأتأكد، فقط تم صرف نصف راتب لشهر واحد، وهذا لا يفي بالغرض. تتحمل الحكومة الشرعية المسؤولة الأخلاقية بقطع هذه الرواتب وعدم تسليمها، ولا يوجد أي مبرر ومسوغ لهذا الانقطاع. هذا بالنسبة للموظفين. من يمتلكون القليل من المال قاموا بتوفيره لتجنب الأوضاع المعيشية، تدني الخدمات، تدني المستوى الصحي، خاصة هذه الأيام في انتشار وباء الكوليرا الذي تم التصريح مؤخرا عن إصابة 155 ألف حالة، منها موت 1100 حالة في تعز، خاصة في تعز. طيب شكرا جزيلا لك نهى سعيد، كنت معنا من تعز. أذكر بإمكاني التواصل معنا بشكل مباشر من خلال أرقام الهاتف الظاهرة، وأيضا من خلال التعليق المباشر على البث المباشر من خلال صفحة القناة وصفحة البرنامج على الفيسبوك. عن موضوع الحلقة طرحنا تساؤل عن كيفية مواجهة اليمنيين لاحتياجات العيد في ظل استمرار حالة الانقلاب والحرب، وصلتنا بعض من الإجابات نستعرض جزء منها الآن. صالح السريمي يقول: منذ اجتياح عصابة الانقلاب للعاصمة صنعاء وبقية المحافظات لم يذق الناس طعم الفرحة، كيف يمكن لمواطنين أن يوفروا احتياجات العيد وأن يعيشوا فرحة العيد في ظل انقلاب جلب لهم الجهل والجوع والفقر والمرض؟ المواطن لم يعد بمقدوره شراء الاحتياجات الضرورية، فكيف له أن يوفر احتياجات العيد ويدخل الفرحة على أفراد أسرته؟ في اعتقادي أن أكبر فرحة سيفرحها المواطنون هي يوم أن يرحل الانقلاب. أبو عبد الرزاق يقول: بأغنية يا عيد سجلنا غياب. ثائر يقول: أصبح أغلب اليمنيون لا يفكرون باحتياجات العيد، بل أصبح همهم الأول والأخير كيف يكفون بيوتهم القوت الضروري الذي يكفيهم مرارة السؤال والحاجة من الناس. أصبح لسان حالهم عيد بأي حال عدت يا عيد. لدينا اتصال. عمرو الحذيفي، أهلا بك أخ عمرو. أهلا مرحبا. أهلا بك يا عمرو، عيد مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عمرو، تعتقد إلى أي حد تأثرت أولويات الناس بظروف الحرب؟ أول حاجة أحييك أخ سامي وأحيي طاقم القناة كامل. أنا أشوف إنه الأثر أو الأثر السلبي للحرب يعني أخذت عدة نواحي، من نواحي نفسية ونواحي يعني مالية أو مادية، ونواحي كمان مرضية. يعني الآن إحنا في أيام تنتشر فيها الكوليرا بشكل كبير، ونواجه أزمة انقطاع الرواتب، أيضا لها تبعات كبيرة جدا سلبية للحالة النفسية للمجتمع. أنا أشوف إنه العيد السنة هذه أصبح متغير بشكل كبير جدا، حتى متغير عن السنة الماضية بسبب انقطاع الرواتب. أشوف إنه معظم الناس يعني يبحثوا عن القوت الضروري جدا لحياتهم اليومية، من مأكل ومشرب، أما من أجل الملبس والأشياء اللي كنا متعودين عليها بكل عيد من حيث الكسوة والأجعة على العيد والأشياء اللي زي كذا، أصبحت يعني شيء صعب جدا أن الناس يوجدوها. طيب ما تتحدث عنه عمرو، هل شاهدته أنت بنفسك يعني صورة أن الناس ربما لم يذهبوا للسوق، لم يتسوقوا، أم بحسب ما يصلك من كلام؟ لأن هناك من يقول ربما اليمنيين استطاعوا التعايش مع ظروف الحرب. صحيح أن هذا العام ربما يحل العيد ولا رواتب على عكس السنتين الماضيتين، لكن ربما لدى اليمنيين القدرة على التعايش واقتناص الفرحة في بعض المناسبات الدينية كالعيد. بالنسبة للشيء هذا، الحمد لله أن الشعب اليمني مشهور يعني بالعلاقة الاجتماعية الكبيرة ما بينهم، يعني في علاقة وطيدة كبيرة يعني، وهذا يسهم بشكل كبير جدا بنوع من
الأقلمة أو التأقلم مع الأوضاع هذه. فيعني لو نقيسها على حتى مستوى الأمن فما فيش يعني أمن بشكل كبير أو وحدات أمنية أو شرطة زي كذا. كل ما في كل مكان يعني عمل الميليشيات والمقاتلين الحوثيين يعني. لكن الشيء الأكبر الملموس إنه الناس في ما بينهم البين بيتساعدوا، كل واحد بيحس بجاره. هذا الشيء والطابع الغالب على يعني كافة الشعب اليمني، وهذا يسهم بشكل كبير جدا بال زي ما قلت لك إنه الناس بيقل إحساسهم بالأزمة بشكل كبير جدا. أنا أتكلم بالنسبة عن المكان اللي أنا عايش فيه، أنا ساكن فيه، أنا وجدت تغير كبير جدا عن السنة الماضية، حتى يعني على مستوى السنة الماضية في تغيير كبير جدا، كانت الشوارع يعني مزدحمة بشكل كبير، هذه السنة خفت الزحمة، ممكن إنه بالأيام الأواخر هذه اللي كانت السنة الماضية ما نجد طريق يعني نمشي فيه، هذه السنة أصبح بسهولة إنه واحد يمشي، ممكن يخرج، ممكن يرجع، يعني بسبب قلة الناس المتواجدين في الأسواق. شكرا جزيلا لك عمرو الحذيفي، كنت معنا من إب. اتصال آخر، الأخ حامس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخ من ماليزيا. أخ حامس أهلا بك. الله يحييك سلم. نطقت اسمك بشكل صحيح؟ نعم، حامس الكريمي. حامس الكريمي. طيب من وجهة نظرك هذا العام العيد بماذا يختلف عن الأعوام السابقة؟ طبعا العيد هذا مروره صعب جدا، لك ان تتخيل فقط الاباء اليمنيين والامهات في هذه الايام، اعتقد انهم يموتون عده مرات، خاصه وبالاخص من يروا ابنائهم لا يستطيع ان يوفر لهم الاحتياجات، لك ان تتخيل هذا الموقف، يعني كم يا اسر، كم ناس كانت حالتهم الماديه يعني العام الماضي كويسه، الان لا يجدون شيء. من يختلف الأيام السابقة الأعياد رمضان المغتربين الأخوات ساعدوا كثيرا، لكن في أيام العيد هناك إحساس مغضي يحس به الآباء تجاه أبنائهم، هذا شيء يحز بالنفس. نتمنى أن يتم تجديد صراع مرتبات للموظفين فقط. طيب ربما لو صرفت المرتبات تخف قليلا ربما من وطأة البؤس الذي يعيش فيه اليمن الآن، وربما الناس يستطيعون التدارك والتسوق والاستعداد للعيد. هل أنت شخصيا متفائل أن ربما الحكومة تستطيع فعل شيء خلال اليومين المتبقين للعيد وتفاجئ الناس ربما بصرف المرتبات؟ هناك وعود كثيرة وحديث أيضا عن مكرمة سعودية، لكن حتى الآن ما زالت أقوال. نتمنى من الحكومة الشرعية، بما أنها شرعية وذاك انقلاب لا يتمنون منه خيرا، هم فقط يعملوا بشرعيتهم ويوفروا رواتب للموظفين، كم سيكون ذلك دافعا لدى المواطن تجاه الشرعية عندما يحس أنه في خلال الأيام القريبة تمكنت الشرعية من إمدادهم في الرواتب، كم سيكون إحساس رائع داخل المواطن تجاه الشرعية، شيء سيكون كبير جدا بالنسبة للمواطن، نتمنى ذلك. شكرا جزيلا لك. لم تعد الأسواق تغص بالمتسوقين، ولم يعد الازدحام كما كان عليه قبل سنوات، حتى البضائع زاد عرضها وتراجع الطلب عليها، سيما في الوضع المعيشي الذي تبدلت معه أولويات الناس، بات من الأولى تأمين الغذاء، وأصبح القلق مخيم مع انتشار الوباء بشكل رهيب. ومع ذلك لا شك تبقى للعيد جزء أو بعض من بهجته، ولا بد للفرحة من حضور برغم كل شيء. عن العيد ومطالبه وكيف يستعد له اليمنيون نستعرض مشاركات مصورة وصلتنا من مأرب. العيد هو فرحة وسرور وبهجة وأمن واستقرار وصلة رحم، ونحن في اليمن الوضع عكس ما تتصور، فهنا خوف، هنا فقر، هنا حرب معنى هالكلمة، هنا تدمير، هنا خوف وفزع لجميع ابناء اليمن، حتى ضاعت الفرحه وضاعت البسمه وضاع كلمه عيد يعني عند اليمنيين. هناك قتل باليوميه، هناك ضحايا، هناك هتك الاموال والاعراض نعم اخي، ولهذا ما توجد هناك كلمه عيد، ولا تلقى تصور في الشوارع اليمنية على مستوى المحافظات كاملة وفي الأمانة العاصمة وغيرها أن هناك
شراء لأدوات العيد، لأن الناس يلا يأخذوا الأشياء الأساسية ويشتروا الحاجات الضرورية لاحتياجاتهم، لما يعانيها الشعب اليمني من أوضاع وضرب صعب جدا جدا للغاية. اليمنيون بإذن الله سبحانه وتعالى سيواجهون التحديات وكافة الصعوبات برغم الحالة الاقتصادية المتردية، وبرغم ما يتعرض له الشعب اليمني من مؤامرات داخلية وخارجية لكي يجعل من هذا المواطن يركع لهذه الضغوطات، ولكن بإذن الله سيتغلب على كل الصعوبات، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبحنكة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبد الرب المنصور هادي بإذن الله سيحدث الخير، وبالصبر وقوة الإرادة سيتحقق المستحيل إن شاء الله تعالى. إذن تابعنا هذه المشاركات المصورة، كانت من مأرب يتحدث فيها مواطنين عن استعدادات العيد في الجبهات، ومواطن النزوح عيد بطعم آخر لكنه يختلف بالتأكيد عن العيد بين الأهل والأصدقاء، لكنها ظروف الحرب التي فرضت على المقاتلين، بينما يهنأ الساسة بالعيد بمعايير وظروف أفضل، هكذا هي الحرب. عن العيد ومطالبه وهمومه نستعرض مشاركات مصورة وصلتنا من العاصمة المؤقتة عدن. تبعات الحرب كارثية، وبالتالي أعتقد أن اليمنيون يتشابهون في كل المحافظات، وأسر الشهداء، أسر المختطفين، أسر الجرحى أيضا، اليمنيون بلا رواتب في كل المحافظات، هناك وضع صحي كارثي أيضا، فبالتالي أتوقع أن العيد سيمر كأي يوم. اليمنيون يخنقون الفرح دائما، وهذا سيمر العيد كأي يوم. والله بالنسبة للعيد هذا السنة هو يواجه اليمنيين أشد الظروف بمناسبة، وهو بسبب ظروف الحرب، ونسأل من الله أن يفك الأزمة ويعين الشعب على تحمل أعباء الحرب. إذن كانت هذه المشاركات من مأرب. المشاركات التالية والتي وصلتنا وهي مشاركات مصورة ونتابعها الآن من العاصمة المؤقتة عدن عن ذات موضوع الحلقة. انتشار الوباء مرض الكوليرا اللي احنا نعاني للآن، ما فيش أي تقدم من الناس، ورغم أن الآن بدأت منظمات شغالة بهذا الشيء، وبنفس الوقت نحاول نبذل ما نقدر نساعد أطفالنا بقد ما يمكن، مش ضروري بالكساء وهذا، ابتسامة وزرع محبة بين الأسر والمخوة إن شاء الله. نار الثياب بشكل عني غير عادي، في عيال أصحابي بصنعاء أتواصل معهم، الثياب هناك رخيصة عندنا غالية، ليش؟ والله ما نقدرش نشتري لا شمزان ولا قزم، قلناها معنا لا يقولوا إلا بعد العيد، ليش يعني إلا قبل العيد كذا كل شيء غالي؟ يعني لو يتساعدوا معنا ويخفضوا لنا الأسعار ما قدرناش، لأن الرواتب للآن برضو عيال ما استلموش ورجال ما استلموش. والله المتطلبات صعبة جدا، ظروف هذه الأيام تعبان الناس، يعني رواتبهم ضئيلة لا زالت هي، والأسعار تصعد إلى فوق دائما باستمرار يعني، ولهذا الناس تجدهم يعني تعبانين من كل النواحي، بس تشكيل من؟ ما حد يفهم هموم الآخرين، هموم الناس ما حد يفهمها، يعني مهما شرحت مهما كتبت مهما كذا ما حد يفهمها بالمسؤولية. بحاجة إلى يعني إدارة قوية تدير المسائل هذه، شفت داخل البلد يعني نفسه حتى تحسن أوضاع الناس، خاصة نحن في المناطق المحررة قبل نكون أفضل من الآخرين، لكن تجدنا أسوأ من الآخرين بكل شيء، سواء كان في حتى في الكهرباء أيضا، فصل حار، إضافة إلى الأسعار، إضافة إلى المياه، يعني الآن بدأوا يشتغلوا شوية، لكن تجي لك للساعة 1 الظهر وبعدين منقطع طول الليل المياه، فأشياء كثيرة من هذه المعنى، الواحد يحاول إنه إيش يذلل هذه يذلل المشاعر، شفت ولا لا؟ وأن الجهات كلها تتعاون أصلا لتحسين الوضع أكثر من كذا. وكانت هذه مشاركات مصورة وصلتنا من العاصمة المؤقتة عدن. ربما المشاركة الأخيرة كان فيها لفتة مهمة تحدث بها الوالد الذي ظهر معنا، يقول كثير من المعاناة وأوجه الهموم التي يعاني منها الناس، لكن ربما لمن يشتكي الناس، من يستطيع تحمل المسؤولية؟ الموضوع بحاجة إلى إدارة تنظم حياة الناس وتراقب الوضع، وخاصة موضوع الأسعار التي ربما يتم التلاعب بها على حساب البسطاء. لدينا اتصال الأخ عرفات. أهلا وسهلا.
عرفات، عيد مبارك مقدما، وكل عام وأنت بخير. برأيك كيف سيقضي اليمنيون هذا العيد وفق التغيرات الموجودة؟ كيف تتابع أنت استعدادات العيد وإمكانية وقدرة الناس على الفرحة بهذا العيد في ظل الظروف الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. المواطن اليمني ما بين وضعين، وضع انقطاع الراتب لمدة 9 أشهر ووضع الكوليرا، المواطن اليمني لم يفرح بالعيد، همه الوحيد هو كيف القضاء على الكوليرا. الآن المواطن اليمني والأسر الفقيرة الخاصة همها الوحيد كيف الوقاية من منع ابنائهم من الإصابة بالكوليرا، ولذلك المواطن الفقير لا يستطيع العمل لابنه أي شيء إذا أصابته الكوليرا. المواطن اليمني لمدة 9 أشهر لا يستطيع توفير أي شيء، لا يوجد لديه راتب، لا يوجد من يعيله. هنا الوضع في صنعاء نوعا ما إقبال على الأسواق، وبالذات أهل صنعاء اللي هم ساكنين في صنعاء، بس الناس النازحين من المحافظات لن يستطيع توفير أي شيء، لن يستطيع كسوة أبنائه، لن يستطيع تسديد الإيجار، لن يستطيع إسعاف ولده إذا قدر الله أصاب له شيء في الكوليرا. فلذلك المواطن اليمني بين همين، هم انقطاع الراتب وهم وباء الكوليرا وهم تسديد الإيجارات والنفقة على أولاده. ثانيا المواطن اليمني لا، بعضهم من فقد أبناه، وبعضهم من فقد أخو شهيد، وبعضهم من فقد زوجه وزوجته، فالعيد هذا مختلف تماما عن الأعياد السابقة. فلذلك لا عيد للمواطن، كما غرد واحد في الفيسبوك سجل يا عيد غياب أو كما قال في ذلك. شكرا جزيلا لك عرفات، كنت معنا من صنعاء. عن موضوع الحلقة أيضا نقرأ بعض من المشاركات التي وصلتنا من خلال صفحة البرنامج. الأخ وليد يقول ينام مثل ما أنام أنا، النوم هو الحل للمودفين والمتورطين في العيد، ربنا يفرجها علينا وعلى كل المحتاجين والفقراء والمساكين، ربنا اجعل عيدهم خير وفرحة وسرور وخارجنا من هذا البلاء والغم والهم والكرب واصلح بلدنا. شاركة أخرى، أبو فارس زيلعي يقول لهم الله ربك ما يضيع أحد. شاركة أخرى، عمر يقول للأسف بات الوطن حزين بوجود بعض المستغلين لمعاناة الفقراء، فاحتياجات العيد سهلة للغني وصعبة جدا على الفقير، ففاقد الجوع لن يشعر به، ووحدهم الفقراء سيواجهون نظرات العتب واللوم من أطفالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لدينا اتصال آخر، الأخت كريمة، أهلا بك كريمة. كريمة، بالنسبة لك كيف هي استعدادات الناس من حولك للعيد؟ أولا فواتح مبارك عليكم وعلى اليمنيين الأحرار وعلى شعب المدينة التي قهرت الحرب في عزيمتها، تعز أنجبة الحالة تطيعون الوقوف رغم ما حل بهم. الثاني تعز تلك المدينة التي حوصلت ومارت الطواغيت عليها جبروتهم حين أغلقوا منافذها وأرسلوا كلة من الجهلاء يقتلون أطفالها ويرمدون نساءها ويسلبونها أبناء مستحقاتها. ها هو العام الثالث على التوالي منذ أن بدأ الحرب وما زالت تعيش هموما أثقلتها، الشهور تنطوي واحدة تلو الآخر وأهلها يقتاتون الحاجة والفقر بعد أن قطعوا رواتبهم الوسيلة الوحيدة للعيش، والأمراض تنال من سكان هذه المدينة كل يوم ووفيات هذه تزايد. من لم يمت من القذائف المنتهكة كالمطر مات بالكوليرا، الداء الذي بات يقتل تعز بما يعادل وفيات الضرر المتواصل، ومن نجا من الحرب والكوليرا مات من الجوع وقطع الرواتب وتوقف الأشغال. نغبي من هذا، حتى الحرب فيها أخلاقيات، ما الذي تبقى لتعز بعد لم تبقوا هذه المدينة المكلومة؟ فقر، مرض، حرب، كل يوم هناك أم تقهر بولدها والطفل يكسر قلبه بوالديه، أتى رمضان وكل الناس يستقبلونه كما يجب، إلا تعز، استقبلته بالشهداء وفي أول أيامه، استقبلته بالمرض، بالفقر، بالإجمال، لا ندري ما الذي يحدث في تعز، القيادات المقاومة التي لم نعد مثل ما يدور في أذهانهم، ولذا تعز يؤخذ تحريرها، رغم أنها أكثر محافظة تموت، الشرعية التي ما زالت تمارس الوعود الخاوية، الحوثيين الذين لا عندهم دين ولا ملة ولا إنسانية، حتى حرمة رمضان
ليس لها اعتبارات عندهم، كم ستحتمل تعز الله عليكم؟ انا امل لارباب الامور ان ترق قلوبهم بحال تعز، ان ينظرون لتعز كمدينه يمنيه عانت وتعاني كثير باي ذنب تبحث، باي ذنب تعيش في غيابه الظلم، من باب الانسانيه، من باب الدين، من باب الاخلاق، تعز يا ولاه امورنا ابناء ذنبها في اعناقكم الى يوم الدين. اهل تعز هم بشر يستحقون ان يعيشون، من حقهم ان يمارسون حياتهم الطبيعيه، ان يمارسون طقوسهم الرمضانيه، من حق اطفالها ان يفرحون حين تدقوا اجراس العيد كبقيه الاطفال. ما قولكم بتاسيس العيد وهو يستثير الدموع والالم بدل الملابس الجديده؟ حين قتلوا ابوه عنوه لامراه عيدها اسود لانهم خطفوا روح ابنها الذي كان سراج حياتها. بشيخ دمرت القبائل منزله المتهالك وبات الشارع ماوى جسده الضعيف. ياتي العيد وعيناه ابيضت من الادب وقله الحيله، لاسره كانت تعيش بكرامه قبل ان ياتي اصحاب كهوف مران يشردوهم من بيوتهم ليصبحوا عاله على الناس. لماذا تردون على سؤال طفل صغير يقول لكم هل سيعود ابي؟ اعيدوا لي ابي الشهيد، انا لا اريد ملابس جديده للعيد، فقط حضن ابي. مدينه اصبحت للطفوله فيها هموم، اي عيد سياتي وابنائها يركضون في المقابر واطفالها يتنزهون في روضه ارواح غادرتهم؟ لكم أن تتخيلوا الأطفال في بقية البلدان يذهبون في العيد إلى الحدائق والمتنزهات، وأطفال تعز يقضون العيد في مقابر أهاليهم ينتحبون. لا أستطيع أن أصف لكم حالنا في تعز، والله حالها مؤسف للغاية. تخيلوا معي كل فرد في تعز أصابت منه الحرب ما أصابت، لم تفرق إن كان طفلا أو شيخا، صغيرا أو كبيرا، الموت، المرض، الأوبئة، الفقر، التشريد، الخوف، قلة الحيلة، ما زالوا على قيد الحياة، فهم يموتون في اليوم آلاف المرات، ولا سيما في هذه الأيام ونحن مقبلين على عيد، يفترض أن تكون الفرحة هي السائدة. لكم أن تتخيلوا وهم ينظرون إلى أطفالهم ولا يستطيعون أن يوفرون لهم قوت يومهم، فضلاً عن ملابس العيد. الوضع جداً مؤسف جداً فوق الوصف أستاذ سامي. شكراً جزيلاً لك كريمة خليل من تعز، ربما لكل هذا التوصيف للوضع وما تعيشه مدينة تعز وأهاليها، شكرا جزيلا لك كريمة خليل من تعز. لدينا اتصال آخر، الأخ عدلي، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، الأخ عدلي المقطري من المملكة العربية السعودية. أخ عدلي، ربما معروف أنه ربما من الجوانب أو النوافذ المهمة للإيراد الآن ربما للداخل هو ما يصل من حوالات من قبل المغتربين، هناك ربما مبادرة طرحت من البعض عن إمكانية ربما تجميع مبالغ الزكاة أو وإرسالها إلى الداخل، هل بإمكان المغتربين القيام بهكذا دور من باب التكافل والتعاون؟ صحيح صحيح، يوجد بعض المبادرات الشبابية والمنظمات تعمل على زرع الابتسامة، يعني محاولة زرع الابتسامة في أوجه الأطفال في اليمن، لكنها لا تكفي. سيطرة الحرب على أخ عدلي، تسمعنا؟ أسمعك أسمعك، أكمل تفضل أنت على الهواء. أقول لك سيطرة الذكريات ذكريات الحرب على الشهداء، يعني الواحد فقد أهله، فقد ابنه، فقد أبوه، فقد كذا، فقد ولده، فقد، لكن المبادرات الشبابية تحاول قدر الإمكان يعني تزرع البسمة في وجوه الأطفال. طيب. أما في اللاجئين في الصوم في جيبوتي يتذكرون، هم يذكرون العيد، ينتظرون بس زوال القتلى حتى يعودوا. طيب هم عايشين في بؤس الفقر هناك والمرض، لا احد ينظر اليهم. لكن ربما في جيبوتي هم في مخيمات ربما تتبع الامم المتحده وبعض المنظمات. نعم في مخيمات اللجوء، اصلا العيد بيحل على اللي في مخيمات اللجوء، سهل عليهم العيد يعني بالحنين للوطن والشعور بالغربه وبؤس الفقر. تمام، شكرا جزيلا لك عدلي المقطري من المملكه العربيه السعوديه.
وصلنا الآن إلى فقرة أنت المراسل، وهي الفقرة المخصصة لاستقبال ما تصورونه بكاميراتكم الخاصة من حوادث ومظاهر لافتة تستحق التوثيق. المادة الأولى والتي سنعرضها الآن تلقيناها من أحد المشاهدين من محافظة إب، نقل إلينا ما صوره أحد المواطنين لحادث حريق لناقلة محروقات شبت فيها النار بأحد شوارع إب ثم هرول اللهب ليلتهم كل ما في طريقه من سيارات. بترول اوه على انفجار، سمعت على انفجار، انفجار 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 يا انطي. قلو 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 ها ها الانفجار هذه صارحه يا هلا علمي كيف يا العبيا يو يا العبيا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نور ادخل له. بيعملون اكس قبل ما والله ما نفعنا. ايوه. انفع. لكن هو يسحبوا الحين الماء. اوه. الحمل عندنا، ادخل ادخل. رجال اسمع. المادة الثانية أرسلها إلينا الناشط المهتم بشؤون المغتربين سلمان الشريف، وهي عبارة عن مقطع مصور لمغترب يمني من حاملي هوية زائر يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته برصاص حرس الحدود السعودي. نتابع المقطع ومن ثم سنعود للتواصل مع الأخ سلمان لنستوضح منه حول ملابسات ما حدث. هذا اكسجين ثاني كبيره سعد سعد هذا ومعنا عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية الناشط سلمان الشريف. اهلا بك اخ سلمان، بداية هل هذه المادة حقيقية؟ هل هي فعلا لمواطن يمني من حاملي هوية زائر قتل برصاص حرس الحدود السعودي؟ في البداية أستاذ سامي اسمح لي أن أتقدم لكم بأحر التهاني في ذكرى مناسبة العشر الأواخر من رمضان وتقودهم أيضا عيد الفطر المبارك. للأسف يا أخي سامي، نعم الفيديو هذا حقيقي وأرسله أحد الإخوة المغتربين من حاملين هوية زائر للشخص المتوفي اسمه ناصر محمد ناصر عوض، كان برفقة مجموعة من حاملين هوية زائر الذين خاطروا بأنفسهم وعادوا إلى اليمن عن طريق الحدود اليمنية في ظل الحرب والاشتباكات الموجودة حاليا. فكما ذكرنا سابقا وعبر منبر قناة بلقيس أن حاملين هوية زائر الآن بدأ التحويل من هوية زائر إلى قامة رسمية، لا داعي للمغادرة ولا داعي لتخاطروا بأنفسكم وتقطعون الحدود وتلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هنالك أسر تنتظرهم يا أستاذ ثاني. بالأسف الشديد سبق الأخ ناصر الأخ بشير عبد سيف عبد قاسم البريهي، وأيضا آخر شخص برفقة أربعة آخرين لم نعرف أسمائهم هو الأخ فؤاد حسن محمد الريمي، أيضا قتل في الحدود الجنوبية بطلق ناري من قبل حرس الحدود السعودي. طيب بس بيني وبينك، يعني مش مستعجلين المواطنين اليمنيين من حاملي هوية زائر على الخروج؟ ربما العجلة هي على الإخوة السعوديين الذين يقتلونهم بدم بارد، ربما يعني وفق الحالة التي شاهدناها على الشاشة. نعم يا أستاذ سامي، ولكن لا ننسى أنهم في منطقة حدودية وممنوع فيها الدخول الأجانب بشكل عام، اليمنيين ممنوع أن يدخلوا أو يخرجوا منها، ومعروف أن الدنيا في حالة حرب، لذلك الله سبحانه وتعالى أعطانا مختصر فواحد ما يلقي بيده للتهلكة. طبعا هم ناس عزال وقطعوا الحدود مشتاقين لأهلهم، لهم من 3 و4 سنوات لم يستطيعوا الحصول إلى إقامة، ولما البعض منهم يجهل الطرق والبعض منهم ليس لديه الفلوس والبعض منهم ليس لديه كفيل. فلذلك أنا بالنسبة أعزي أسر الناس الذين توفوا، وأيضا نريد تفعيل دور الجالية اليمني هناك برئاسة الأخ عبد محمد الشوقي للتواصل مع الجهات الرسمية هناك ولا النظر في هذا الموضوع وعدم التسرع. طيب بإطلاق النار. سلمان، أنت مهتم بموضوع المغتربين الآن، ما هي آخر التطورات في قضية حاملي هوية زائر؟ هل من تطور إيجابي لصالحهم ربما لترسيم إقاماتهم بشكل رسمي؟
استاذ سامي، انا اتمنى ان تتاح لي اليوم فرصه كثيره. اريد ان اتكلم في مواضيع منها ايضا موضوع الحلقه، واتكلم موضوع الزائر، وايضا في موضوع مستجد منفذ الوديعه. طبعا عاملين هويه الزائر الان فتحت تحويل الى اقامه رسميه بالنظامين المؤسسي والفردي، بمجرد اصدار اشعار اهليه عمل عن طريق المؤسسه، واذا كان النطاق اخضر ثم الدخول عن طريق حساب المؤسسه المسمى بمنصة أبشر، وإذا كانت شركة المنصة بمنصة مقيم المسمى بمنصة مقيم، سداد الرسوم 2650، ثم تسديد التأمين الطبي، ثم الفحص الطبي، ثم إصدار الإقامة. أيضا أوجدت الآن وزارة العمل بوابة جديدة في برنامج مساند الخاص باستخدام العمالة المنزلية، وأضافت إليها إشعار أهلية عمل للزائر اليمني الذي بإمكان الأخ السعودي الذي تحت مسمى الفردي أن يسجل له بالإشعار هذا ورسومه 1800 ريال، ثم الدخول أيضا عن طريق أبشر وإصدار وسداد رسوم 2650، ولا يوجد له تأمين طبي بإنما فحص طبي ويصدر إقامة. لكن للأسف الشديد تكلم للموضوع هذا، لكن لا نلوم الإخوة الحاملين هذه الزيارة، البعض لا يوجد له مؤسسة، والبعض ليس لديه رسوم، والبعض يريد أن يسجل عند كفيل ويعمل بمكان آخر. فلذلك أنا أتمنى أن لا يقابل. الخلاصة يا سلمان، تسهلت أمور حاملي هوية زائر لأنه كان هناك إشكالية ربما من قبل وارتباطها بعمل بشركات ومؤسسات، الآن هل الأمور أصبحت سهلة للنقل من حالة هوية زائر إلى حالة مقيم رسمي؟ نعم، تم النقل كثير وسافر كثير من الناس، ولكن إلى الآن المدير العامة الجوازات لم تعلن. انا متواصل مع المتحدث الرسمي باسم المدير العام للجوازات، وهو يكلمني دائما ان هنالك تحويل ساري، لكن لا يريدون يعلنون. للاسف الشديد الاخوه اليمنيين لو سمعوا اعلان الجوازات كلهم راح يطبروا عند الجوازات ويطوبروا، ولا يعرفوا ان مثل هذه الاعمال تتم عن طريق الانترنت وعن طريق سداد عن طريق الرسوم، ولا يحتاجوا لمراجعه الجوازات عن طريق منصه التواصل ابشر ومقيم وبرنامج مساند. ايضا احب ان اتكلم في الموضوع الثاني اللي هو موضوع الحلقه يا استاذ سامي. طبعا انا نشرت مبادره قبل اسبوع واطلعت الاخ وديع وارسل فيديو لكن لم يصلكم بسبب تاخر الوقت. نص المبادره يا استاذ وديع ان جمهور العلماء افتى بجواز الزكاه من المغتربين الموجودين داخل المملكه وفي جميع انحاء العالم والاخوه في الولايات المتحده الامريكيه بدفعها لاهلهم باليمن. قد يتساءل البعض لمن يصلونها؟ يا اخي الكريم، لا نحتاج نحن الى وسطاء بيننا وبين فاعلين الاخير، لان البعض يتصنع فعل الخير ويترزق بسبب الحاله هذه. انا او انت او اي شخص بامكانه مساعده اقاربه وارحامه وجيرانه واليتامى والفقراء الذي يعرفهم على مستوى الحاره او مستوى القريه، وبذلك نقدر ان احنا نعمل دور كبير تجاه وطننا وتجاه أبناء وطننا في كل الظروف الصعبة. أعتقد ربما الكثير من المغتربين قاموا بهذه المبادرة يسيرون في مسارها ربما تجميع الزكاة وإرسالها إلى الداخل، هي مبادرة جميلة. هذا هو المسار الصحيح. لو سمحت لي في تعقيب شيء في دقيقة سلمان، لم يعد لدينا وقت، تفضل. في دقيقة، طبعا لم نستفيد من الغلطات السابقة، ما زال التزاحم الآن في منفذ الوديعة بالنسبة لليمنيين الخارجين، وهنالك تقصير في المنفذ من الإخوة من الجانب السعودي. اليوم مسكرين المنفذ من الساعة 5 العصر إلى بعد صلاة العشاء. اليمنيين الكثير ممن يتوافدون المنفذ المغادرة وقضاء الإجازة في اليمن، أيضا من هم المستفيدين من حملة وطن بلا مخالف متكدسين هناك لأدنى مقومات الخدمة البسيطة، لا ندري ما السبب، هل هو من الجانب السعودي أم من الجانب اليمني؟ فلماذا لم يجد تحرك مسؤولين؟ دائما لم نستفيد من أخطائنا، وسيتم التكدس مرة أخرى بدخول مثل هذه الأعداد من اليمن بعد قضاء الإجازة، إجازة العيد في اليمن والعودة إلى المملكة، وسيتم التكدس هذا مرة أخرى، ولا نستفيد من أخطاءنا السابقة يا أستاذ سامي. شكرا جزيلا لك سلمان الشريف، ناشط مهتم بشؤون المغتربين، كنت معنا من المملكة العربية السعودية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، عيد مبارك مقدما عليكم أيها اليمنيون أينما كنتم. انتهت هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وأيضا الزميلين عمر البنا وعليا حسين، شكرا لكم.